ومتى يتم المسافر صلاته؟ يتم المسافر الصلاة ولا يقصرها إذا انتهى سفره، وذلك بالعودة إلى محل إقامته أو بنية الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام عند الجمهور، وأكثر من 15 يوما عند أبي حنيفة، وهذا إذا حدد هذه الإقامة بهذا الحد. فإن لم يستطع تحديد الإقامة كأن كان ينتظر قضاء حاجته ولكن لم يحدد له موعد قضائها، فله القصر حتى تنتهي حاجته ولو مكث مدة طويلة، والله أعلم.